الاثمنه كاينه على الجوده، هنا هو السلعه اللي فيها الجوده راه كاين فيها شويه ديال الاثمنه. هذاك الاثمنه غير مسيرات، ماشي الاثمنه اللي شاده عند موليها. كاين خيزو اللي كيبيعوا فيه ب 70 فرانك 60 فرانك 80 فرانك، وهو مسير عليه 80 فرانك في البلاد، غير خدمه خلي الالوان ديالو. كاين مول خيزو هنا اللي باع الماتريال ديالو، مسكين الله يكون في العون. ها هو خيزو كيبينو، هاد خيزو مولاه يقدر يبيع لي الماتريال وما يشدش فلوسو ديال التصير ديال شحال من عام. هادي كيبيع فيه ب 70 فرانك 60 فرانك وما كيكملوش، كيحيد فيه ثالثه ديال الديشي كيلوحه. قالوا لي انه خيزو حقا ما بقاش فيه، هادي فيه الاثمنه فيه المدمن. وهاد خيزو ما فيهش المدمن، خيزو مربيه في الارض، لا ادويه لا والو. هاد السلعه راه لا ادويه لا والو، مخلقه من التراب والمطار، هادشي اللي كاين. وما قالك فيه شي مدمن، وانا ما فيه لا مدمن لا والو. وخيزو كيجي من كيكو عنده المسيرات، دابا شويه ديال الاثمنه واحد الدريهم زايده فيه، ولكن راه كاينه ترانسبور غاليه من كيكو لهنايا للدار البيضاء. البطاطا كاينه، البطاطا كاينه، البطاطا حتى هي الاثمنه ديالها كاينه. الطوناج ما كانش في البلاد، كاينه 5 دراهم 4 دراهم 3 دراهم ونص حتى 2 دراهم بطاطا. المهم بلابو هنايا هي 5 دراهم، البصله كاينه درهم درهم ونص حتى 80 فرنك، اللي حتى 80 فرنك حتى درهم حتى 80 فرنك هي اللي كاينه، درهم ونص من درهم ونص بلابو درهم ونص. ما غالياش الخضره غير المواطن، ما غالياش الخضره، الخضره ما غالياش، خضرة ما غالية. المهم حنا الخضرة دابا هاد الخضرة حنا كنبيعو بجوج دراهم، نعطيك فاكتورة ديال جوج دراهم باش بيع كنبيع السلعة. كاينين جوج حوايج اللي الغلا ديالهم واعر، هي بطاطا وخيزو. إما لم تتباع ب 10 دراهم تتباع ب 20 درهم كي والو. هاد جوج حوايج اللي واعرين في الأغلى ديالهم، والثالثة اللحم والرابعة الزرع. باش يقول لك خيزو راه اللبت راه غالي ب 12 درهم ولا 13 درهم، ما غاليش اللبت ب 12 درهم. اللبت راه غدير لبته وحده ديرها بقشريه ديال الكسكسو فيها 5 كيلو ديال الخيزو ولا 6 كيلو ديال الخيزو. المهم العوين اللي خاصو يكون هما موالين بطاطا وخيزو، هما اللي خاصهم يتعاونوا معاهم ويديروا بهم. راه بنادم محل الله يكون في العون. بطاطا راه عاطيها 6 طن 7 طن في الطن، من بعد كتعطي 32 30 طن في الطن كتعطي. ولكن المطار قليل ديال الله تعالى، راه عاطيها غير السقيان ما كتعطيش دابا في الطن. خيزو من بعد كيعطي 60 طن 70 طن 80 طن، راه غادي المولى 25 طن. 25 طن هو مزير لي 10 دني، مزير لي درهم في الارض دون كرا دون والو. الماء ما كاينش اخويا، الله يكون في العون والله رزق الصبر، نطلبوا الله تعالى يصبر. والناس خاصهم يتعاونوا مع الناس، راك عارف الوقت كي دايره. والفلاح راه الفلاح حيت دابا الفلاح مولي الملك ما كاينينش، كاينين الكري. هاد الناس كانوا كيبيعوا شريو وما بقاوش يشريو، ما صابوش ما يشريو. عاد الفلاح، الفلاح باع البلاد وجا للدار البيضاء، دار قهوه وريح مع راساتو، دار محلابه، باقي عاد يزرع خيزو ويبات فايق مع الليل. هاد الناس موين خيزو اللي كتشوفهم كاين اللي ما ينعش، كاين اللي ما كيشوف ولادو من السيمانه السيمانه، كاين اللي ما عارفش ولدو واش يقرا ولا ما قراش ولا والو. هادشي اللي كان هادشي اللي كنقول فيه انا مواطن، انا بياع شري، انا عا كنبيع ونشري، انا كناكل خبيز. كيتعاونوا معانا هاد الناس، كنديو خيزو بدرهم هو باش كنديو، كنبيعو ب 30. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا فلاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.